من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل، هو شعار أسامة سعيدي الذي يجتاز اختبارات البكالوريا علوم بكل ثقة في نفسه وفي قدراته، فهو لا يبحث على النجاح فقط ولكنه يعمل على أن يكون مميزا ومتميزا. اللباس ما ثم حد شيء معناه صعيب، كل شيء قارينه، والحمد لله خدمنا بالباهي ولباس والأجواء باهية متاع تعادية ومتولهين بينا الحق والحمد لله. والله في المتناول هي الحق، قل من البداية. نبداو اي الفلسفة جاتنا سهلة، معناها في المتناول الموضوع معناها واضح، ما فيش حتى غموض. بالنسبة للسيونس كيف كيف، مات يمكن جا صعيب شوي، طويل شوي ما عرفش بالنسبة للعبيد، أما عادي معناها. يستأنف أسامة اختبارات البكالوريا معولا على ذاته وتشجيعات والدته، ويجري أسامة ضمن حوالي 5300 تلميذ اختبارات المواد الأساسية في مناظرة البكالوريا. تلاميذ وزعوا على 28 مركزا للامتحانات بولاية القصرين وسط إجراءات إدارية صارمة لمحاولة منع الغش. ما خممتش في الغش، معناها ماهيش باش تأثر فيا، التليفون خليه في الدار قبل نجي، ما يدخلوش علينا، ما يفركتونيش لاباس. التلميذة ضد الغش، ونوصي في أولادي، عندي 3 وليدات، عندي النوفيام سنة وعندي عام جاي باك وسنة باك، ديما ننبه في حتى في دوار عادي وكور دلني. عندي ولدي طرفة هي كيجي خارج وعنده دوار ونقول له ما نسمحكش إذا كان نقلت. إجراءات إدارية صارمة لمكافحة ظاهرة الغش، رجح البعض أن تكون من ضمن الأسباب التي جعلت حوالي 495 مترشحا لمناظرة البكالوريا يتغيبون عن الاختبارات، أغلبهم من المؤسسات التربوية الخاصة. أثر الغياب عدد نعتبره كبير من المترشحين في حدود 495 مترشح، في الغالبية متاعهم منتسبين للقطاع الخاص ومترشحين فرديين. بطبيعة الحال فيما عدا هذا الأجواء كانت عادية، تم زيارة عديد المراكز من قبل فريق المندوبية وفريق الإدارة المركزية، واحد حدود الساعة الوضع يسير وفق الضوابط المعمول بها. ومنذ بداية اختبارات مناظرة البكالوريا سجلت مندوبية التربية أكثر من 100 حالة غش بمختلف مراكز الامتحانات.